خليني اقول لكم كمان ان احنا النهارده في السادسه معانا مجموعه من اللقاءات مع عدد من نجوم النادي الاهلي، احمد قندوسي، قفشه، مروان عطيه. خلينا نشوف قالوا ايه وشايفين اللقاء بتاع بكره ازاي ورسالتهم لجماهير النادي الاهلي، ونرجع ليكم مره تانيه في السادسه. الحمد لله، يعني مباراتنا احنا وين قدرنا يعني نحقق الفوز في النصف النهائي، وان شاء الله احنا مركزين عشان ذي البطوله احنا تعبنا عليها، وما يخفى لكش انه احنا يعني كنا على بعد خطوه من الخروج من البطوله، وان شاء الله احنا مركزين 100% عشان ناخذ بطوله. اكيد يعني ما يخفاش انه الجماهير هما يعني نصف الفوز تاعنا، هما اللي حفزونا، وكل ما نشوفوا يعني الملعب في ساعه اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجه ثانيه. واحنا ان شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقه، وان شاء الله ما نخيبوش امل ان شاء الله. لا ما فيش ولا ايجاد، ما في ولا سبه، ما كان حتى سبه اللي تخلينا نقول ايجاد، عشان احنا محضرين في احسن ظروف، واللعيبه كلها الحمد لله ما فيش اصابات، وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكون مدينا حظ ان شاء الله في النهائي، ونقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله. لا، عامل الجمهور مهم طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في الاستاد القاهره، ماتش كبير ان شاء الله، وربنا يكرمنا وان شاء الله نحقق ال 11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني ان شاء الله. الحضور الجماهيري هو رقم واحد في الماتش، هو اللي السند لينا، هو الدعم لينا في المباراه ان شاء الله، وهم كل ماتش بيجوا بيبينوا للناس وللبلد كلها ان هم حاجه كبيره، والجماهير حاجه كويسه في الملاعب وحاجه تشرف مصر، وان شاء الله نقدر نفرحهم ونروحهم مبسوطين ان شاء الله باذن الله. احنا بنستعد زي ما قلت قبل كده، احنا بنستعد زي كل ماتش، بس ده نهائي افريقيا مختلف شويه، الاستعداد بيبقى بدري شويه، بتحضر ذهنك من بدري شويه، بتركز اكتر، لو بتركز 100% لا بتركز مليون في المية، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمنا ونعمل ماتش كبير باذن الله. نقاط القوه، لا هي نقاط القوه اللي احنا نركز نلعب لعبنا، نلعب ادائنا، ما نهيبش الموضوع، ده نهائي افريقيا، استمتع في الملعب، وان شاء الله باذن الله احنا قادرين على كده باذن الله. بقول لهم ان شاء الله نقدر نفرحكم، بس انتوا ادعمونا بشكل قوي في الملعب وبره الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحكم باذن الله. We'll be right back.